للجميع في هذه المشاركات وهذه الانطلاقات على هذا التحدي الجميل على قناة دبي ريسينج. نسير إلى المركز الأول ونقترب من صدارة هذا الشوط. المركز الأول تتقدم في هذه الانطلاقات أيها الحبل الكريم الغزيلة، تتقدم إلى أول المنطلقين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وعملية التضمير والتدريب يأتي سعيد بن عبيد الحميري في هذا التحدي. المركز الثاني، ننتقل مشاهدينا الاعزاء الى المركز الثاني مراسيل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عمليه التضمير والتدريب تعود الى المضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي حيث ينتقل مباشره الى المركز الثاني. المركز الثالث نقله الى هجن العاصفه حيث تتقدم الظبي في هذا الملتقى بقيادة المضمر غياث الهلالي، بينما قمرية تحتل المركز الرابع هنا في هذه اللحظات لهجن العاصفة، والتضمير والتدريب يعود إلى المضمر غياث الهلالي. بينما المركز الخامس ننتقل إلى رهان من تحتل المركز الخامس لهجن العاصفة وفي التضمير والتدريب غياث الهلالي. أما المركز الخامس، المركز الخامس اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، هذه الرباعة عملية تضميرها لدى عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز السابع نقل إلى مطيلة في المركز السابع لسمو الشيخ سلطان اسمه الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، عملية تضميرها وتدريبها إلى الجنت المان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. والمركز الثامن، المركز الثامن هناك تتواجد سلهودة لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن رايد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في التضمير والتدريب. المركز التاسع ننتقل إلى تواجد منول سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، وفي التضمير حمد بن علي العويسي. أما المركز العاشر في هذه اللحظات تصل الضمير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدي الأعزاء الأسماء التي حضرت من خلال الانطلاقات والتحديات في منافسات هذه اللحظة المسائية التي تجمع الكبار مع انطلاقاتها وأدائها المميز في فترة من فترات الإعداد لهذا الموسم المميز، وهذا الموسم إن شاء الله الذي سيكون ناجحا بكل المقاييس مع بداية تحدي كل الشعارات في منافسات مميزة ومنافسات جميلة. عودة إلى بداية الانطلاق وعودة إلى بداية التحدي وصدارة هذا الشوط. هناك المقدمة حبلنا الكريم، لا زالت الأمور تسير من صالح الغزيلة على قمة الشوط. الغزيلة اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر الغزيلة هنا سعيد بن عبيد الحميري. أما المركز الثاني فتتواجد من خلال مراسيل اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم لترسل كذلك رسائلها المميزة في التحدي والمنافسة مع المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث نتابع قمرية تحتل المركز الثالث لهجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، والمركز الرابع هناك من الجانب الآخر الضبي تتواجد كذلك لهجن العاصفة وبقيادة المضمر غياث الهلالي. بينما المركز الخامس، المركز الخامس نشوف التغيير من قبل مطيلة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، يضمر مطيلة أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. والمركز السادس هذه الرباعة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر الرباعة عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. المركز السابع رهان من هجن العاصفة تحتل هذا الموقع، التضمير لدى غياث الهلالي على سابع المراكز. مشاهدينا الأعزاء
الأعزاء، بينما نتراجع قليلا لناخذ البقية، خاصة بأن الشوط أصبح من خلال هذه الانطلاقات بيان قليل لانطلاقته وتحديه، ولكن هنا شعار سمو الشيخ زايد بالمرمى مكتوم، المكتوم ليقدم منوه في المركز الثامن بقيادة حمد الحلي العويسي. المركز التاسع تتواجد من خلال الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في التضمير، بينما البرشة تحتل المركز العاشر من هجن العاصفة التضمير والتدريب إلى المضمر يأتي غياث الهلالي. هذه النتيجة أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء للمراكز المتقدمة حتى هذه اللحظات. نسير ونعود إلى البداية مشاهدين الكرام بعد نهاية هذا النداء لنتابع مستجدات البداية والمركز الأول والانطلاقة، حيث نشاهد الغزيلة لا زالت على المركز الأول تقود هذه الأسماء باسمها العملاق لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، حيث تتقدم بتقدم جميل وتقدم رائع، بينما في التضمير يأتي سعيد بن عبيد الحميري المركز الثاني إلى مراسيل تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وفي عملية التضمير والتدريب يأتي هنا المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ننتقل إلى المركز الثالث إلى تواجد هذه الأسماء، والظبي الآن غيرت خذت المركز الثالث لهجن العاصفة، بينما في التضمير والتدريب يأتي غياث الهلالي ليقدم لنا انطلاقة الظبي من تحتل المركز الثالث. المركز الرابع قمرية لهجن العاصفة خذت المركز الرابع، تضميرها وتدريبها يأتي كذلك غياث الهلالي. أما المركز الخامس نشوف الأسماء بدأت تقترب من بعض البعض، بينما المجموعة الأولى ماخذ انفراد كامل. البقية هنا يأتي على رأس مطيلة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النيان المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. المركز السادس وصلت منوة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي في عملية التدريب والتضمير، يأتي على سادس المراكز، بينما المركز السابع تابع المراكز هناك الظبي باسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر أحمد بن خلفان أو أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الثامن الرباعة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيق بن سالم العرطي الحميري مضمرا. المركز التاسع رهان لهجن العاصفة غيات الهلال يضمرها. المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هذه لفتة الفوز والناموس، والمضمر مطر بن محمد بن ضبيعة. هذه النتيجة أيها الحفل الكريم للمراكز العشرة الأوائل، عشرة أسماء وعشرة أسماء مميزة، وأكيد بلا شك من خلال الانطلاقات ومن خلال التحديات في هذا المساء الجميل. لكن الغزيلة لا زالت حتى اللحظة في مقدمة الشوط لم تعلن الاستسلام حتى هذه اللحظات، وهي تقود هذه المجاميع هذه النخبة من الحول المهجنات الأصائل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. والبداية الأولى ما شاء الله هذه أمامكم في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني مراسيل 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ومراسيل على الهوى مراسيل المركز الثالث، هجن العاصفة تتدخل مع وجود قمرية، مع وجود قمرية هنا، قمرية في هذا الموسم هل تعود إلى طبيعة عملها الدائم في الانطلاقات والتحديات وانتزاع الأشواط الأولى أو المراكز الأولى. قمرية لهجن العاصفة، وفي التضمير والتدريب يأتي غيات الهلالي. المركز الرابع هناك الظبي من هجن العاصفة يضمر الظبي، كذلك غيات الهلالي. هذه الأربع المراكز الأولى اللي نشاهدها أمامكم وتشاهدونها مشاهدين الأعزاء هي حتى اللحظة منفردة بالمراكز المتقدمة، بينما المركز الخامس هناك الرباعة بدأت تغير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم.
والمضمر مضمر الرباع تيج بن سالم بالعرض الحميري، تليها الضبيل اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سادسا، اللي يضمرها احمد بن سلطان بن رشيد ومنوى يا منوة الخاطر هنا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي في التضمير. نقترب من مسافة ولائحة الإعلان 1200 على خط النهاية 1200، والمركز الأول الآن تحت أقدام قمرية، تحت أقدام قمرية لجنة العاصفة هي المسيطرة هي المتقدمة. مشاهدينا الكرام هذه الذلول اللي أمامكم 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 هجن العاصفة، بينما المضمر غياث الهلالي في هذا الموسم مع انطلاقة قمرية مع انطلاقة قمرية إلى المركز الأول في شط الناموس وفي تحدي بحر التحدي وفي بحر الناموس المركز الثاني. نشوف القادمة هذه مراسيل، هذه مراسيل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمن مراسيل أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير. المركز الثالث وصلت الآن الظبي 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تبادل مراكز بينه وبين الظبي بينه وبين مراسيل والمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد، لكن لفتة وصلت لفتة وصلت، قلت لكم لفتة الفوز لفتة الناموس ولفتة الانطلاقات عندك يا أبو الضبيعة. هذه لفتة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن محمد بالضبيعة، ما شاء الله هذا اللي وصلت لفته وصلت لفته، وقمرية في المركز الأول الظبي تحاول ولكن لفته لفته ومنوة منوة منوة لفته قمرية الظبي، هذه الأربع هذه الأربع أيها الحبل الكريم، لكن لفته لفته الظبي تعود تستلم القيادة، استلمت القيادة الظبي 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، لكن لفته 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 وضبي الضبي ولفته اللحظات الاخيره لفته 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 لفته. هذه مشاهدينا الاعزاء اللي سارت وانتزعت المركز الاول، خبرتكم من بدايتي لقائنا بلفته بانها لفته الفوز والناموس. تالي اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز لفته المركز الاول. المركز الثاني الضبي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، منوى في المركز الثالث اسمه الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم، المركز الرابع قمرية لجنة العاصفة والغزيل، في المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا يا الحول الكريم كانت النتيجة للخمس المراكز الأولى المنطلقة والحاصلة والواصلة إلى خط النهاية بتوقيت زمني مميز مع وجود لفتة على خط البداية وخط ناموس. هذه لحظات وصولها 13 دقيقة 3 ثواني 4 أجزاء من الثانية ثانينا، والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وإلى المضمر مطر بن محمد بالضبيعة على هذا الفوز والانتصار، بينما اللي وصلت وخلت المركز الثاني الظبي 13 دقيقة 5 ثواني 9 أجزاء من الثانية ثانينا، والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، للمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي منوى حلت في المركز الثالث توقيت زمني 13 دقيقة 6 ثواني جزء واحد من الثانية ثانيا، اسمه الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم ثانيا، للمضمر حمد بن علي العويسي.